شيء تفعله معظم النساء وقد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان للزوج، وتؤدي بها إلى جهنم. السلام عليكم مشاهدين الأعزاء. ما أجمل الحياة الزوجية التي تكون بين الزوجين، فلقد شرع الله الزواج وجعله من الأمور الرحيمة، فقد جعل للرجل والمرأة ونيسا لهم في حياتهم يرعاهم ويصونهم ويوفر لكل منهما الراحة والأمان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. لذلك عباد الله، فلكي تتم سعادتك بالزواج على أتم وجه، فلا بد بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزواج وعنده وبعده، وإطاعة الله ورسوله بشكل تام، والابتعاد عن كل ما يغضب الله عز وجل. وهنا أمور محرمة قد لا يعرفها الكثيرون، لذلك قد يرتكبها العديد من النساء المتزوجات، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، والتي شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على الابتعاد عنها، وقال صلى الله عليه وسلم: إنها من علامات الساعة، ولا يجوز فعلها حتى ولو كانت المرأة أمام زوجها. وهذا الفعل هو ظهور الشعر كأسمنة البخت المائلة، وسنام الجمل هو عبارة عن أمر تقوم به المرأة أثناء عمل بعض التسريحات الخاصة بالشعر، وهي أن تلبس فوقها قطعة من غطاء الرأس فيظهر كأنه سنام جمل. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الأمر حين قال: مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهذه الهيئة التي تظهر بها المرأة تعد من علامات الساعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيح، وهذه الهيئة ملعونة، والنساء بتلك الصفات معرضين للهلاك. فهذا الفعل يجب على كل امرأة أن تنتبه إليه، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي حتى لا تعرض نفسها للعن في هذه الدنيا والخسارة ودخول النار في الآخرة. ويجب على المرأة أن تكون حريصة على إرضاء رب العالمين، فلا تغضبه بتلك الأشياء التي من السهل الاستغناء عنها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التشبه بتلك النساء حتى ولو خرجت مع زوجك إلى الشارع. وهذا الصنف من النساء يجب أن نحذر منه جميع المسلمين حتى نرضي جميعا رب العالمين. وعلى كل زوج يجب أن تنظر إلى أهل بيتك جيدا، ولا تقبل عليهم مثل تلك الأفعال التي تغضب رب العالمين. فعلى المرأة المسلمة التي تخشى الله وعقابه، عليها أن ترتدي الحجاب بشكل كامل. لذا لا يجوز أن تضع غطاء عرضة للوقوع فيظهر شعرها ويراه العامة، مضيفة كما أنه لا يجوز أن تكون محجبة وتظهر رقبتها، ولكن يجب أن يكون حجابها محل احتشام لها. أما الأمر الثاني المحرم على الزوجة فعله حتى أمام زوجها، هو عدم نظافتها واهتمامها بمظهرها أمام زوجها. لذلك فمن واجب الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يتعلق بشؤون الاستمتاع بها من نظافة وتجمل ونحو ذلك. وقد حث الشرع الزوجة على أن تتزين لزوجها بالملابس والطيب وغير ذلك، وأن تتجمل له بما يسر ناظره ويبهج خاطره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسه وماله. أما الأمر الثالث المحرم على المرأة فعله هو طلبها للطلاق، فهذا الأمر قد لا يتسبب لها بدخول الجنة. وقد قال العلماء: فلا يجوز للزوجة طلب الطلاق إلا بعلة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. فهذا وعيد شديد، فالواجب على المرأة أن تعاشر بالمعروف، وأن تسمع وتطيع لزوجها بالمعروف، وألا تطلب الطلاق إلا من علة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء،
إذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسونا بالاشتراك في القناة ودعمونا بالإعجاب بهذا الفيديو لكي نستمر بنشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.